السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في إطار الاستعداد لخوض امتحانات السنة السادسة ابتدائي، وطبعا كما عودتكم على تحضير مجموعة من امتحانات نموذجية، اليوم أقترح عليكم امتحان في اللغة العربية والتربية الإسلامية. إذن كما جرت العادة سأبدأ أولا بقراءة الامتحان مع إعطاء مجموعة من النصائح في الأجوبة، بعد ذلك سأقترح عليكم التصحيح. إذن انتبهوا لهذه القراءة. إذن نبدأ على بركة الله، نبدأ مع النص الذي سنعمل عليه. إذن الماء ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات، ولا يمكن لأي من هذه الكائنات الحية والطبيعية الاستمرار من دونه، لكنه يتعرض للتضييع والتلوث أحيانا. إن بعض الناس يبذرون مقادير كبيرة من الماء في استعمالات غير ضرورية ولا مفيدة، بينما هنا لاحظوا معي أعزائي، لدينا خط مضغوط، خط أسود مضغوط، هذا ما سيطلب منا بعد ذلك شكله شكلا تاما. إذن أنا لن أقرأه لكم الآن، سأترك القراءة إلى التصحيح. فتجرفها الأمطار إلى الأنهار والبحار، ويتلوث بذلك ماؤها، وقد تتسرب مواد سامة من النفايات نفسها إلى باطن الأرض فتفسد المياه الجوفية. كما أن لاحظوا هذه الكلمة أيضا كتبت بخط مضغوط، إذن سأتركها. كما أن إذن العادمة التي تطرحها المنازل والمصانع، عفوا هنا كما أن العادمة، إذن ستكون نعت لهذه الكلمة، التي تطرحها المنازل والمصانع يوميا غالبا ما تلقيها قنوات الصرف الصحي مباشرة في الأنهار والبحار، فتلوثها وتجعل ماءها غير صالح بل مضرا وخطيرا على الصحة. هذه بعض أسباب نقص مخزون الماء الصالح للاستعمال، مما يجعل سكان الكثير من المناطق يبذلون جهدا كبيرا أملا في الحصول على القليل منه. لهذا يجب علينا أن، إذا لاحظوا هنا هذه الكلمة أيضا، إذا سنتركها إلى ما بعد، تبذير الماء وتلويثه. إذن جيد. إذن ننتقل إلى الأسئلة. إذن دائما هذا النموذج هو نفس طريقة الامتحان، دائما أكرر الامتحان يكون على هذا الشكل، كيكونش اختلاف كثير، اختلاف كبير، يعني دائما كيطلبوا منا غالبا أننا نشكلوا، نحدوا مثلا نوعية النص، نستخرجوا مثلا المرادف والضيف، نقدروا نشرحوا بعض الكلمات، كيعطونا بعض الأسئلة للفهم، مثلا نعطي عنوانا آخر للنص إلى غير ذلك من هذه الأسئلة. ما كاينش شي حاجة اللي هي غريبة، دائما إذا خدمنا الكثير من النماذج ديال الامتحانات فالامتحان سيكون سهل جدا علينا. إذن مع السؤال الأول، أشكل ما كتب بخط مضغوط في النص. إذن هذا ما قلته لكم سابقا، إذا الكلمات التي بخط كتبت بخط مضغوط سوف نشكلها في التصحيح. ثانيا، حدد نوعية النص بوضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذن هنا اقترحوا علينا 4 ديال الاقتراحات: قصة قصيرة، مقالة، رسالة، حوار. أعزائي هنا لاحظوا معي، فمن خلال يعني أنا باش ما تضيعوش هاد النقطة تمشي لكم غير هكاك، من خلال هذه يعني الاقتراحات فانا كنحدد، كيسهل عليا انني نحدد نوعيه النص. عندما اقول قصه قصيره سهل جدا، في هذا النص هل الكاتب يحكي لنا، هل يحكي لنا، هل يقص لنا قصه؟ نعم ام لا؟ اذا كان نعم فهي قصه قصيره، فهي قصه او حكايه او فهم. مقاله، مقاله هنا عندما نتكلم عن موضوع ما، مثلا يجي يتكلم لي مثلا الكاتب عن التلوث، مثلا عن الحيوان، عن حيوان معين، عن يعني عن موضوع معين،
يدرسوا يتكلموا مثلا عن فوائده، عن مضاره، عن مثلا ايجابياته سلبياته الى غير ذلك. اذا فهنا اتكلم عن مقاله. الرساله الامر سهل جدا، عندما يكون الكاتب يتكلم لي عن يعني الموضوع عندي هو شكل الرساله، فكان خصني نشوف مكونات الرساله، مرسل اليه مثلا، تحيه الى غير ذلك من مكونات الرساله. فهاد النص كيف ما كتلاحظوا، فالنص ما فيه جد هادشي. حوار يتطلب وجود ثلاثه اشخاص او اربعه او يتحاورون، فهم؟ او قد مثلا يكون شخص واحد يتحاور مع نفسه، فهم؟ او شخصان يتحاوران في موضوع ما. اذا هنا الحوار يجب دائما ان نقول مثلا ان نتكلم عن سؤال جواب. اذا فهذا سيتعلق لنا الامر بحوار. اذا طبعا هنا سوف، اذا الان راه بان لكم شنو هو الجواب ديالنا، وهم من خلال هذا الشرح اللي قدمت لكم. شوف السؤال ثلاثه، استخرج من النص. هنا دائما اعزائي انتبهوا، هل مطلوب منا ان نستخرج من النص ام ايتي يعني من عندك، جيب من عندك انت، استخرج من النص. هنا مطلوب منا استخرجوا من النص، ضد ما يلي، يقتصدون السطحيه. ايضا ما مرادف، شوف هنايا اعزائي ما طلبوش منا نستخرجوا من النص، وانما طلبوا منا نجيبوا من عندنا. ما مرادف كلمه مصانع هنا تلقيها. اذا جيد. خامسا، اذا هنا الاجوبه لهاد الاسئله هاد الخاصه بالفهم ستكون من النص. اذكر او اذكري من خلال النص بعض اسباب نقص مخزون الماء الصالح للاستعمال. سادسا، ما هي النصيحه التي يمكن ان تقدمها لمبتري الماء؟ سابعا، كيف في رايك يمكن تجنب تلوث النهار والبحار بالمياه المستعمله؟ هنا في الراي ديالك دائما هنا كيعطيونا واحد السؤال اضافي حول داك الموضوع باش يشوفوا لنا هنايا يعني مدى المعلومات التي يتوفر عليها هذا المتعلم او المتعلم. اعطيني بعض مثلا ما يمكن كيف او كيف يمكن في رايك يمكن تجنب تلوث المياه يعني من خلال المعلومات ديالك انت. ثامنا، استخرج من النص اسلوب النفي. سهل جدا، نشوف النص نقراو نعاودو نقراو نشوفو اسلوب النفي، جمله فيها النفي، جمله منفيه اكتبها اليوم هنا. سهل جدا. تاسعا، اقترع عنوانا مناسبا للنص. هذا ما قلته لكم، اذا النص بدون عنوان، نقترع عنوان مناسب للنص. راه طبعا هنا غالبا هاد، وشوف هنايا لاحظتوا جوج ديال النقاط، يعني راه ما يمكنش تخلي هاد السؤال هذا ما تجاوبش عليه. يكفي شي غير فهمتي، اذا فهمت النص فهمتي المضمون ديالو، تحط واحد، تاخذ مثلا غير المضمون في واحد الكلمه او كلمتين وتنزلو لهم، فهذا عنوان سيكون بالتاكيد مناسب للنص. اذا هنايا مشيو الان الدرس اللغوي، مشيو مع التراكيب. اعرب ما تحته او اعرب ما تحته خط في النص. الا رجعنا لهنايا للنص كنلقاو هاد الكلمات الماء، كنلقاو هنايا نفسيه ثم املا، هذه الكلمات سطر عليها. اذا هنا المطلوب منا هو اننا نجاوبوا على يعني نعطيو الاعراب المناسب لهذه الكلمات. طبعا راه الاعراب يكون يعني الاعراب ديال ديك الكلمه كيكون من خلال النص، من خلال النص او الجمله اللي هي في هذيك الكلمه. سلبي خط كل جمله بالظاهره اللغويه المناسبه. وهنا يعني شوفوا معايا هنا شحال الامر سهل، يعني ما كاينش شي صعوبه. يا مستعمل الماء، شوفوا هنا شنو عندنا، سهل جدا. يا مستعمل الماء اجتنب التبذير، ماذا افعل في هذه الجمله؟ تلوثت كل الابار المجاوره لمطرح النفايات الا بئرا واحده. يبذر بعض الناس المياه الصالحه للاستعمال تبذيرا، يبذر تبذيرا. هنا واحد يعني غير الا كنت كنقرا وانا مركز تماما، اذا الاجوبه راه باينه ليا. مفعول لاجله، نكون ايضا فاهم هذه الظواهر. مفعول لاجله، مفعول مطلق، مستثنى، منادى.
نمشوا الآن السؤال رقم 12. ايتي بجملة تتضمن بدل البعض من الكل. هنا خلاو لنا الاختيار، جيب اي جملة من عندك، مهم تكون فيها بدل البعض من من الكل. شوفوا معي، البعض من الكل. ياتي بجملة تتضمن حالا، جملة اسمية، جملة يكون فيها الحال مكاينش النوع ديالو، جملة اسمية. التمرين 14 او السؤال 14، ضع الجملة التالية في ترسيم مناسبة. ازرع الحديقة وردا. هنا سوف نرسم يعني واحد الجدول ونعملو فيه بحال كنعمل الاعراب. ازرع شنو، شنو هذا فعل اسم، شنو الحديقة، ماذا ازرع، ماذا. طبعا هاد ازرع خاصها شي حاجه، شكون اللي ازرع، شكون اللي غيزرع. ثم وردا، ازرع حديقة وردا. جيد، اذا هنايا نمشيو للصرف والتحويل. حول الجمله التاليه لا تضيع الماء وصنه من التلوث الى، ديال المفرد المؤنث سهل، الامر سهل جدا، المفرد المؤنث وهنا الجمع المؤنث، اذا مع انت وجمع المؤنث مع انتن. سلك الكلمه بنوعها، اذا سائله، صاروخ، موطن، مستعمل. الا قلنا سائله، هل هو اسم مفعول، مصدر، اسم اله، فعل مهموز ام اسم ماكن؟ الجواب واضح، صاروخ اسم مفعول، مصدر اسم اله، فعل مهموز اسم ماكن، موطن، مستعمل، نفس الشيء. سؤال 17، ضع سطرا تحت الاسم المنسوب للجملتين اتيتين. تنقسم صور القران الكريم الى صور مكيه وصور مدنيه، اين هو الاسم المنسوب في هذه، في هاتين الجملتين؟ تستعمل المياه الجوفيه في سقي الكثير من الضيعات الفلاحيه، اذا اين هو الاسم المنسوب في هذه، في هاتين الجملتين؟ سؤال 18، ايتي بجملتين. اذا هنا تركوا لنا الاختيار، الاولى شكون فيها اسما منقوصا نكرة، الاولى الجمله الاولى تتضمن اسم منقوص نكر، والثانيه تتضمن فعل معتل ناقص، فعل معتل ناقص، النوع ديالو يكون ناقص. اذا الامر سهل جدا. اذا نمشيو للاملاء، اعد او اعيد كتابه الجمله الاتيه بعد تصحيح الاخطاء الاملائيه. طبعا نشوفوا معايا، سئل المدرس او عفوا سأل، إذا سأل، شوفوا شنو تلاحظوا معايا هنا الخطأ اللي كاين، سأل المدرس متعلميه لماذا يعتبر الماء أساس حياة الكائنات الحية وما هي فوائده على صحة الإنسان. إذا هنا كتلاحظوا الأخطاء فهي تتعلق بالهمزة، يعني كتابة طريقة كتابة الهمزة ثم التاء المربوطة والتاء المبسوطة. إذا سنصحح الأخطاء. هنا أتمم بإبن أو إبن، إذا هنا القاعدة مبينة عندنا، متى تكتب ألف ديال الإبن ومتى تحذف، عيسى بن مريم، عمر بن الخطاب. إذا هنا في هذا الفراغ سنتمم بإبن. إذا في التعبير الكتابي، استضفتم في مؤسستكم المسؤول عن توزيع الماء الصالح للشرب بمدينتكم، وباعتبارك عضوا أو عضوة في نادي الصحافة كلفت بإجراء حوار معه حول الماء الشرب وطرق معالجته وترشيد استهلاكه وحمايته من التلوث. وقت في 8 أسطر حوار، الحوار الذي دار بينكم مستعينا بالجدول أسفله. إذا لاحظوا معي أعزائي، هنا المطلوب منا كتابة حوار، كما قلت لكم حوار بمعنى سؤال جواب. هنا راه عطاونا يعني كما كنقولوا ساعدونا كيفاش نكتبوا او كيفاش نطرحوا الاسئله وكيفاش غنتلقاو الاجوبه. عطاونا هذا الجدول فيه مجموعه من المعلومات، اذا يكفي انني نوظف يعني باستعمال الذكاء ديالي، ولو ان الامر لا يحتاج الى ذكاء خارق، نوظف هذه المعلومات هذه في انشاء واحد الحوار. جيد، اذا عندنا ايضا شو التربية الإسلامية. إذا لاحظوا معي عطاونا وضعية، بمناسبة حلول ليلة القدر المباركة نظمت مؤسستك حفلا دينيا، شاركت في بعض فقراتي، في نهاية الحفل اندفع زميلك خالد بسرعة نحو باب الخروج لكنه سقط وأصيب بجرح بسيط على مستوى ركبته، فاتهم صديقه طارق بعرقلته دون دليل وانهال عليه بالسب والشتم
ولم يصبر على ما أصابه. أما طارق فتمالك أعصابه ولم يرد عليه بالمثل. لم يهدأ خالد إلا بعد تدخل الأستاذة التي رافقته إلى الإدارة لإسعاف جرحه. إذن هنايا اقترحوا علينا الوضعية ورافقوها لنا واحد برنامج الحفل الديني، يعني داك الحفل اللي كان عندنا الديني شنو كان فيه؟ آيات بينات من القرآن الكريم، نشيد الوطني، نشيد طالع البدر علينا، مسرحية آل ياسر، عرض حول رمضان شهر العبادة، مسرحية رفيق السوء، مسابقة ثقافية دينية، واختتام الحفل. إذن كان عندنا 8 ديال الفقرات في البرنامج. نمشيو الأول سؤال. كلفتك الأستاذة بتقديم الفقرة الأولى من برنامج الحفل، فقمت بتجويد سورة الجن من بدايتها إلى على الله شطط. المطلوب منا شنو؟ أكتب هذه الآيات من يعني من بداية سورة الجن إلى على الله شطط. إذن هنا ثم السؤال الموالي، من ضمن الكلمات التي قمت بتجويدها نجد الرشد. ما هي القاعدة التجويدية الواردة في هذه الكلمة؟ هذه الكلمات أعزائي يعني راه خدمة معكم الأستاذة، يكون خدمة معكم الأساتذة في القسم بالنسبة لقواعد التجويد. وطبعا نتوما ملي تكونوا في المراجعة يعني كتراجعوا الامتحان دائما راجعوا جميع دوك يعني في الصور اللي عندكم المقررة في الامتحان، راجعوا دائما الكلمات اللي عطاكم الأساتذة ديالكم في الملخصات، الكلمات اللي درستوا قواعد التجويد ديالها. إذا هنا القاعدة ديال التجويد المطلوبة في هذه الكلمة. ثم عبر عن رأيك مع التعليل في سلوك، يعني ما رأيك في سلوك خالد، ما رأيك في سلوك طارق. رابعا اكتب نصيحة لزميلك خالد مستثمرة درس الإيمان بالقضاء والقدر والعبر مستخلصة من مسرحية آل ياسر. إذا درس الإيمان بالقضاء والقدر، إذا هنا تفكروا هذا الدرس هذا، ثم العبر المستخلصة من مسرحية آل ياسر. نمشيو للسؤال الخامس، من بين ما جاء في العرض الذي قدمه زملائك حول رمضان شهر العبادة نجد شروط الصيام واذكرها. شهر الأمر سهل جدا، نذكر شروط الصيام. سادسا اكتب اجابتك على السؤال الموجهين اليك خلال مشاركتك في المسابقة الثقافية. نفترض اننا فاش عملنا المسابقة الثقافية طرحنا عليك هذه الأسئلة، ما معنى الإحسان؟ ستكتب تعريف الإحسان هنا. اكتب آية تدل على ان من الجن المسلمين والظالمين، اكتب الآية التي تدل على ذلك. في آخر سؤال تتحدث مسرحية رفقة السوء عن طفل منذ أن تعرف على صديقه الجديد ساء خلقه وأصبح مهملا لواجباته. في المشهد الأخير من هذه المسرحية قدم له أبوه نصيحة حول معايير اختيار الأصدقاء الصالحين مستدلا بحديث شريف. إذن أكتب هذا الحديث. المطلوب منا أيضا أعزائي الصغار وأنكم تحفظوا الأحاديث الشريفة اللي كتشوفوا في الدروس، أي درس شفناه يعني سواء في الاقتداء في القسط، إذن أي درس شفناه أحاديث الشريفة اللي كيعلمنا في الكتاب المدرسي أو اللي كيقترحها علينا الأستاذ في الملخص، فإحنا المطلوب منا أننا نحفظوها باش نستدلوا بها في الأسئلة إلى حدث وطرحوا علينا شي سؤال من هذا النوع. إذن وقفوا الفيديو، حاولوا أنكم تجاوبوا عفوا على الأسئلة ديالكم، جاوبوا عليها وسأوافيكم بالتصحيح. إذن التصحيح أيضا راه غادي ندمجوا لكم مع هذا الفيديو هذا، لأن كثير من التلاميذ كيتلفوا لهم التصحيح ما كيعرفوش يبحثوا عليه في القناة، فأنا غندمج لكم التصحيح. فقط نتوما وقفوا يعني الفيديو في هذه المرحلة وبعد ذلك ستجدون التصحيح أيضا في آخر الفيديو. إذن لاحظوا معي هنا، إذن نمشيو الأول سؤال، وش كل ما كتب بخط مضغوط في النص؟ إذن عندنا الكلمات كيف ما شفتوا، بينما يرمي، إذن صحيح يرمي آخرون كميات ضخمة من النفايات في الطبيعة رميا عشوائيا. هنا كلمة كما أن المياه، وهنا نتجنب، إذن غتكون فعل مضارع من منصوب. إذا نوعية النص كيف ما لاحظتوا راه مقالة، أنا ديجا قبيلة شرحت ليكم يعني الفرق ما بين دوك الأنواع كاملة اللي اقترحوا علينا. إذا الضد يقتصدون يبذرون، هنا السطحية بمعنى الجوفية.
إذا المرادف كلمة مصانع معامل تلقيها ترميها. من أسباب نقص مخزون المياه الصالحة للاستعمال نجد التبذير والتلوث. سؤال السادس، إذا شوفوا معي شنو، ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها لمبدلي الماء؟ قبول أي نصيحة تحث الناس على ترشيد استهلاك الماء. إلا قلت غير مثلا لا تضيع الماء مثلا في غسل سياراتك، فغادي تقبل لك الجواب. إذا قبول أي نصيحة كيفما كانت. سابعا، كيف في رأيك، إذا هنا الرأي ديالك حول تجنب تلوث الأنهار. إذا هنا أيضا يقبل أي جواب يتطرق إلى معالجة مياه الصرف الصحي والمياه العادمة التي تطرحها المعامل والمصانع قبل توجيهها إلى إذا الأنهار والبحار. ثامنا، أعطوني جملة فيها أسلوب النفي. لا يمكن لأي من هذه الكائنات الحية والطبيعية الاستمرار من دونه. تاسعا، العنوان المناسب للنص. إذا ممكن نقول مثلا ترشيد استعمال المياه، هذا فقط اقتراح فيقبل أي جواب مناسب. نمشيو للدرس اللغوي، تراكيب. اعرب ما تحته خط في نص. إذا الماء هنا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر، الماء ضروري. إذا هنا نفسها توكيد، فهو توكيد معنى. إذا هنا نفسها أملا، أملا مفعول لأجله. ثم عندنا سؤال 11، وصل كل جملة بالدائرة اللغوية المناسبة لها. إذا عندنا الاقتراحات، الجمل اللي عندنا، يا مستعمل الماء اجتنب التبذير، تلوثت كل الآبار مجاورة لمطرح النفايات إلا بئرا واحدة، يبدر بعض الناس المياه إذا الصالحة للاستعمال تبذيرا. إذا في الجملة الأولى الأمر يتعلق بمنادى، الجملة الموالية الأمر يتعلق بمستثنى، والجملة الثالثة الأمر يتعلق بمفعول مطلق. إذا السؤال 12، سؤال 12، تقبل كل جملة تتضمن بدل البعض من الكل. هنا اقترحوا علينا واحد الجواب، خلق الله زرافة يديها أطول من رجليها. تقبل الثالث عشر، تقبل كل جملة تتضمن الحال، يكون نوع ديالو جملة اسمية، عاد الجنود وهم منتصرون. وهنا 14، المطلوب منا الترسيمة. إذا فعل أمر إزرع، فعل ضمير مستتر تقديره أنت، مفعول به إذا الحديقة، وردا تمييز ملحوظ. نمشيو للصرف والتحويل. إذا هنايا تحويل الجملة التالية، لا تضيع الماء وصونه من التلوث، لا تضيع الماء وصونيه من التلوث، لا تضيعن الماء وصونه من التلوث. السادس عشر، سؤال السادس 16، صل كل كلمة بنوعها. السؤال 16، صل كل كلمة بنوعها. إذا سأل فهو فعل مهموز، صاروخ فهو اسم آلة، موطن فهو اسم مكان، مستعمل فهو اسم مفعول. نمشيو للسؤال 17، ضع السطر تحت الاسم المنسوب في الجملتين الآتيتين. تنقسم صور القرآن الكريم إلى صور مكية ومدنية. إذا هنا تنسب إلى مكة وتنسب إلى المدينة. تستعمل المياه الجوفية، إذا هنا تنسب إلى جوف الأرض. في سقي الكثير من الضيعات الفلاحية تنسب إلى الفلاحة. سؤال 18، الجملة المطلوبة الأولى تتضمن اسما منقوصا، مثال حكم قاضين، لاحظوا معي هنا قاضين، حكما عادلا. والجملة الثانية تتضمن فعلا محتلا ناقصا، مثل أرامة. إذا أرامة فهو محتل ناقص. بالنسبة للإملاء، سأل المدرس، إذا هنا لاحظوا معي الهمزة تكتب على الألف. سأل المدرس متعلمي، لماذا يعتبر الماء أساس؟ إذا نشوف هنا حياة، فالتاء مربوطة، كائنة التاء مبسوطة، ما هي فوائد؟ إذا هنا الهمزة على الياء. إذا جيد، ننتقل إلى السؤال 20، عيسى بن مريم، هنا تكتب الألف. عمر بن الخطاب، هنا لا تكتب. إذن على حسب القاعدة. إذن بالنسبة للتعبير الكتابي، هنا أقترح عليكم هذا الجدول. هذا الجدول فهو
يبين لنا العناصر التي سيعتمدها المصحح في التصحيح، باش يعطيك النقطه ديالك في التعبير الكتابي. فخصنا نحترم واحد المجموعه من المعايير. نعطيكم مثال، مثلا في الحوار مطلوب منا كتابه حوار الى مثلا نقص عنصر الترحيب. طبعا ملي تنبغي نعمل واحد الحوار مثلا مرحبا بك سيدي، شكرا لقبولك الدعوه، هذه الكلمات فهي عنصر من هذه العناصر، اذا معيار. اذا مثلا الى حضروا لنا مثلا هذه العناصر مثل مواصفات الماء الصالح للشرب، بعض طرق معالجه الماء، بعض طرق ترشيد السلك، اذا هذه العناصر الى هي حاضره عندنا في الحوار كتبها التلميذ فستحصل على 8. مثلا اذا نقص عنصر واحد 6 نقط. اذا نقص مثلا نقص عنصر انه 3 4. اذا نقص اكثر من 3 عناصر فستحصل على 0. نفس الشيء بالنسبه للغه، 3 اخطاء كيفما كانوا هالنقطه المحصل عليها. نفس الشيء بالنسبه للانسجام، اذا ترابط افكار وانسجامها. ايضا جوده التعبير، اذا المقروئيه. اذا كل هذا الجدول هذا فيجب احترامه، لان المصحح هو ما سيعتمد، هذه الشبكه هي التي سيعتمدها في التصحيح. اذا ننتقل الى التربيه الاسلاميه. اذا بالنسبه للجزء المطلوب منا كتابته من سورة الجن، فهو هذا الجزء من قل أوحي إلي إلى شطط. إذا بالنسبة للقاعدة التجويدية في كلمة الرشد فهو تفخيم الراء. بالنسبة لسلوك خالد، إذا فهو سلوك سيء ستقولون لماذا، ولسلوك طارق فهو سلوك حسن ستقولون لماذا. إذا يمكن لكم توقفوا الفيديو وتقرأوا يعني الجواب، أنا فقط كنعطيكم غير يعني المهم. نمشيو للسؤال 4. اكتب نصيحة لزميلك. طبعا المصحح سيقبل جميع النصائح بشرط ان يعني ان تتطرق الى الايمان بالقدر خيره وشره والتحلي بالصبر وما غير ذلك. بالنسبة لشروط الصيام، اذا هنا المصحح اقترح مجموعة من الشروط: اسلام، العقل، البلوغ، النية، القدرة الى اخره. ثم هنا كلمة الإحسان تعني وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن آية تدل على أن من الجن المسلمين والظالمين هي الآية التالية بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، صدق الله العظيم. سؤال 7 تتحدث مسرحية رفقة سوء عن طفل منذ أن تعرف عن صديقه. إذن المطلوب منا هو الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا هنا أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الامتحان، أنهينا. إذا أنا حاولت نقرأ لكم يعني الكل كيكون عنده مثلا مشكل أنه يبقى يقرأ في الأسئلة كيفاش طريقة الإجابة، أنا حاولت ما أمكن أن نعطيكم بعض يعني النصائح اللي ممكن تعملوها، الطريقه ايضا ديال التعبير الكتابي، الطريقه ديال التصحيح. التربيه الاسلاميه فالامر جد سهل بالنسبه للتربيه الاسلاميه، كيف ما عطيتكم قبل ذلك يعني نحفظوا القران ديالنا، نحفظوا الاحاديث، الدروس ديالنا نراجعوه مزيان، قواعد ديال التجويد ايضا، دروس اللغه العربيه، الدرس اللغوي ايضا نراجعوا الدروس ديالنا قد ما حنا كنخدموا التمارين، قد ما كندربوا مزيان. اذا ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديالي جام للفيديو، تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الزملاء ديالكم الفيديو. وبالنسبه يعني انا غنحاول ما امكن انني نوضع لكم امتحانات اخرى، فكاين امتحانات عندي في القناه الخاصه باللغه الفرنسيه، الان اللغه العربيه غنحاول ان شاء الله نحط لكم امتحان في الرياضيات. اذا الى فيديو اخر بحول الله.